за 300 купил. السلام عليكم وتحياتي لكم. كيف استولت روسيا على مدينة جديدة وأول دولة عربية تنضم للبريكس، وأخبار حرب أوكرانيا وروسيا ومؤتمر تغير المناخ وعودة ذو القرنين أو يعني فوز الجمهوريين المحتمل في الكونغرس الأمريكي، وربما يعني نانسي بلوسي تودع رئاسة الكونغرس الأمريكي. هنعرف كل التفاصيل وتفاصيل كثيرة جدا معنا بالفيديوهات، واوعى تغير المحطة زي ما بيقولوا. ناخذ بعض الأخبار على الأرض. غارة جوية في وسط أوكرانيا تستمر معالجة المحطات الفرعية بعد ما انتهت روسيا من ضرب المحطات الرئيسية، محطات الطاقة الرئيسية في أوكرانيا. بدأ ضرب المحطات الفرعية، وبالأمس وجه نداء عمدة كييف بيقول لك لو أنت عندك أقرباء في الأقاليم أو أي مكان في أوكرانيا عندهم دفء وعندهم كهرباء، فكر على طول انك انت تذهب وتروح عندهم في الاماكن الفرعية. وهنا روسيا بدأت ضرب المحطات الفرعية في اوكرانيا. انا بتأخر شوية في الفيديوهات، بمخمخ واجيب لكم الاخبار اللي هي ايه اللي هي الطازة والاخبار الحصرية والاخبار المهمة، وبلخص لكم كل الموضوع في فيديو شيق ودمه خفيف كده. بيقولوا ان روسيا انهدمت، والدليل النهاردة اليوم روسيا تستولي على مدينة باخيموت والتي تم اقتحامها الآن من قبل وحدات فاغنر الروسية العسكرية الخاصة. طبعا احنا شايفين قدامنا وشفنا في مقدمة الفيديو قوات فاغنر تتجول في مدينة باخيموت الأوكرانية، دي مدينة جديدة يعني حررتها او احتلتها زي ما تقول. يعني روسيا بتقول لك احنا مش محتاجين ارض جديدة، ولكن محتاجين ان احنا ان نحيد اوكرانيا او نخليها دولة محايدة لا تكون ضدنا ولا تكون في لعبة في يد حلف الناتو والغرب. هنا روسيا احتلت مدينة باخيموت، وهذه مدينة استراتيجية في الحرب. يعني كانوا اوكرانيا بتقول لك احنا عايزين نحرر خرسون، جولهم من الناحية التانية وخدوا باخيموت. هي دي اللي يقول لك روسيا انهزمت ومش انهزمت، عشان تعرفوا بس ان انهزمت روسيا في الاعلام المضلل ده، ممكن تقول كده. لكن الدليل الواضح ان روسيا خدت لوغانسك ودوناتسك وخرسون وزابوروجيا واربع مدن، واليوم باخيموت. ده غير ان شبه جزيره القرم اللي محتلها من 2014، يبقى انهزمت ازاي بقى؟ أكثر من ربع مساحة أوكرانيا الآن يعني انضمت لروسيا، وانضمت بانتخابات وليس بأشياء أخرى. طيب، انفجارات في مقر القوات المسلحة الأوكرانية في مطار كراماتو ريسك. جراء قصف روسي استهدف المنطقة. اليوم انفجارات في مطار كراماتو ريسك في أوكرانيا. قصف للمطار. من ناحية أخرى ردت أوكرانيا قصف أوكراني لمبنى السكك الحديدية في دونيسك. يعني أوكرانيا ردت، عندها صواريخ هيمارس وكده، قصفت السكك الحديدية في دونيسك، وروسيا قصفت مطار كراماتو ريسك. إذا قصف هنا وقصف هنا، والعملية طبعا ما فيش مقارنة، لكن زي ما بيقولوا حلاوة روح عشان تستمر المعونات الغربية لأوكرانيا. قرأت تعليق صعب جدا بيقول لك وافق زيلينسكي على تدمير أوكرانيا مقابل استنزاف روسيا. يا تدمير دولته مقابل استنزاف روسيا، وروسيا ما استنزفتش ولا حاجة، بل ضمت أراضي جديدة وضمت، وكل العالم عرف بقيمة روسيا، ودلوقتي كله بيتكلم إن روسيا قوة عظمى. ما كانش حد بيقدر يقول كده قبل حرب أوكرانيا وروسيا. حتى أوروبا نفسها بتعاني من مشاكل كثيرة، هنعرف كل حاجة في الفيديو. هنكمل الفيديو. مجلس الأمن الروسي بيقول أوكرانيا هددت باستخدام السلاح النووي بشكل واضح لا لبس فيه. طبعا خرج الرئيس الأوكراني وقال لك أنا محتاج أني أوروبا تضرب روسيا بضربة نووية تكتيكية، وهدد. يعني هم بيقولوا هدد، وفعلا هو هدد على لسان الرئيس نفسه.
من ناحية أخرى، في الولايات المتحدة الأمريكية أنباء عن اكتساح الجمهوريين لانتخابات الكونغرس. والسؤال بقى، هل تستمر نانسي بلوسي في رئاسة الحزب الكونغرس أم ستغادر الكونغرس بعد سيطرة الجمهوريين؟ لو سيطر الجمهوريين يقال أنه لن يعطوا سنت واحد إلى أوكرانيا. طبعا حكومة بايدن تطلب سرا من أوكرانيا أن تظهر انفتاح على التفاوض مع روسيا، وده سببه إيه؟ سببه من المتوقع فوز الجمهوريين، فبيقولوا لهم إيه؟ اتفقوا مع روسيا، لأن لو فازوا الجمهوريين مش هنقدر نديكم أسلحة، يعني شيك على بياض. و اني بيقولوا لهم اتفاوضوا عشان ما يخسروش دعم اوروبا. ايضا ان يعني احد كبار رجال الاساسه بيقول لك ان امريكا بتدفع 2.5 مليون دولار كل ساعه، كل ساعه لاوكرانيا. طب امريكا عندها مشاكل وعندها في ناس محتاجه كتير، وعندها في دول يعني مقاطعات محتاجه لهذا الدعم، لكن بتدعم اوكرانيا. اليوم الرئيس السيسي يدعو الى وقف حرب روسيا وأوكرانيا، ويقول مستعد للعمل من أجل إنهائها. برلمانيون وسياسيون يثمنون هذا الدور. طيب نسمع ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي صوت وصورة، نسمع ما يقول. خلصت كلمتي، والحقيقة اللي شجعني إن أنا أتكلم في موضوع آخر هو إن أنا حضور كريم من قادة العالم لهذا المؤتمر، أكبر حجم معذرة يعني من القادة، قادة الدول، ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات موجودين الآن معنا عشان نناقش مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا وهتقابلنا. لكن أنا هتكلم معاكم النهاردة، إن سمحتوا لي إن أنا أتكلم في ده، في موضوع آخر. هو نداء، إحنا محتاجين نتحرك، نعمل، ندعو ليه. أنا بتكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم وليها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم، إن ما كانش كل دول العالم. أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرانية، وبوجه نداء إن سمحتولي بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب، من أجل أن تتوقف هذه الحرب. من فضلكم نحن كدول اقتصادها مش قوي، عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب. أنا مش بتكلم فقط عشان إحنا بنعاني منها هنا في بلاد زي بلادنا، ولكن أنا بتكلم هنا عشان العالم كله أتصور إنه بيعاني من هذه الحرب. أنا بقول تاني، إحنا مستعدين، أنا بنادي باسمكم وباسمي، إن سمحتولي بكده، إن سمحتولي بكده، إن إحنا فلتتوقف هذه الحرب. هذا نداء من مؤتمرنا هنا، إن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل. بالمناسبة إحنا مستعدين، بالمناسبة أنا مستعد، ومش للبحث عن دور، لا والله، ولكن من أجل العمل لإنهاء هذه الحرب. وأتصور إن كثير من القادة الموجودين يشاركون الرأي ده. احنا مستعدين نتحرك اذا كان ده ممكن لإيقاف هذه الحرب. اشكركم وارجو ان اكون قد اثقلت عليكم. مرحبا بكم في مصر في شرم الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو القادم هنشوف الصين بتتقدم بنصيحة للغرب ولأمريكا، وهنشوف ماذا قالت الصين في نصيحتها للغرب. تحياتي لكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. محدثكم ظريف الأديب اللي يملكم كل الأخبار الحصرية في قناتكم قناة فريش نيوز. تحياتي.